مرحبا، كيفكن؟ نبلش بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال دورة 2008. في بعض التلاميذ طلبوه مني. في جيفن فوق سطرين، يعني بس بيقلنا انه في عندي اوبتيكال اكسس، وعندي اللينس ال، والايمج اي بي، عفوا اوبجكت اي بي، وعندي الاوبجكت فوكس اف، وايمج فوكس اف برايم، وننتبه للسكيل، والدايركشن اوف لايت جاي من هون. اول سؤال construction of the image a prime b prime. نحن نمشي خطوة خطوة، ما حدا دغري يشوف الرسم يبلش فيها. reproduce on the graph paper the above diagram with the same given scale. هاي الرسمة هي ذاتها تنقلوها على graph paper وعليها علامة. فانتبهوا، كونوا دقيقين، قديش بعيدة، كم مربع بعيدة، كونوا دقيقين فيها. مثلا عنا ال xx prime سهم من هون، optical axis، lens سهمين من هون، عنا lens l، كونوا دقيقين بالرسمة. construct by tracing two particular luminous rays. ما نرسم two particular luminous rays. لما يقلي particular يعني محددين هول الرايز. مين هني هول الرايز؟ بيكون عادة واحد parallel optical axis والتاني مارق بالoptical center، دايما هيك هول المحددين. بدنا نرسم بهول التو rays، بدنا نرسم الامج A prime of A، يعني بدي بلش من الA. فأنا أول خط شو قلنا بدي يكون parallel optical axis من الA، parallel على الاوبتيكال اكسس، وكيف بدي يكمل بالاف برايم. دايما البارالل اوبتيكال اكسس كيف بيكمل بالاف برايم. ننتبه ما ننسى سهم من هون وسهم من هون. هلا هو قال construct، construct يعني with justification، يعني بتكون تشرح. اذا بدكم الشرح بس لحتى ما يطول الفيديو، الشرح بكتب لكم اياه بكومنت اذا طلبتوه مني. هيدا اول واحد. تاني ري شو بده يكون؟ انتبهوا، بتكون دقيقين، يعني انا كفارقة معي شوي، كونوا دقيقين لانه القلم لازم يكون مروس وقلم رصاص. طيب تاني وحدة بده يمرق بمين؟ بالاوبتيكال سنتر، بيكمل continuous without deviation. فوين بيلتقوا هول خطين؟ بتكون هيدي الاي برايم، هاي الاي برايم. طيب هيك بنكون رسمنا الاي برايم. بعدين هخلصنا التو. specify قلنا الكونستراكت هي شو؟ with justification، يعني بتكون تشرح، او with explanation بتشرح كيف رسمتون. هون شو نسينا؟ ما ننتبه، هون في عنا سهم وهون في عنا سهم. خليني غير اللون لانه ما منيح. بالثري شو بيقول؟ specify with justification مع شرح the position of c of the image c prime of c. بدي ارسم c prime للc. c وين موجودة؟ على الاوبتيكال اكسس. فإجبار الإيمج وين تكون؟ كمان على الأوبتيكال أكسس. لحتى أعرف وين على الأوبتيكال أكسس، نرسم خط بيربنديكولر من الأي برايم على الأوبتيكال أكسس، هيدي النقطة بتكون سي برايم. هذا خلصنا الثالث. يعني إحنا ما نشرح الشرح هون، حأكتبه كيف نكتبه؟ يعني منقول له the image أو the object C is on optical axis، موجود على الأوبتيكال أكسس. Then the image should be كمان on optical axis. طيب وين على optical axis؟ بنقول له we draw from A prime perpendicular على optical axis cuts it، بيقطع in C prime. هيك بيكون الشرح للثري. Determine by tracing only one particular ray. هلا بدي ارسم كمان determine، يعني مع شرح. بدنا نرسم بس ray واحد بيقدر يطلع لي الimage b prime of b. فبدي ارسم خط واحد. نحن عادة نرسم خطين، واحد parallel واحد بالoptical axis. هو بده خط واحد لنقدر نعرف ال b prime وين. الافضل بس يقول لك ارسم خط واحد، نرسم الخط اللي بيمرق بالoptical center. ليه؟ لانه continuous without deviation. برسم هذا الخط هيك، انتبهوا للأسهم. مفروض وين؟ هذا أول شيء سهم من هون، وهذا الإمرجنت راي. مفروض شو أعمل؟ كمل لتحت تطلع هيدي مين؟ بي برايم. لو سمحتوا ترسموا برصاص والقلم رصاص يكون مروس، هاي البي برايم. بس بدنا ننتبه على شغلة، إنه الأي بي طالعة طلوع، فمنبلش من الأي برايم لعند البي برايم. يعني انا عندي سهم
هيك نازل. هيدا خلصنا. يعني انا اذا بدي اشرح له شو بدي اقول له، وي درو اراي، لانه هو عم بيقول لي 1 بارتيكولار راي، وي درو اراي ايشود فروم بي باسنج ثرو اوبتيكال سنتر كونتينوس وذاوت ديفيشن. هيدا اللي مرق ذا ام، هيك بنقول كونتينوس وذاوت ديفيشن. بنقول اي برايم سي برايم كاتس ذا ايمرجنت راي ان بي برايم. هذا بيكون الشرح. هلا characteristics of A prime B prime give with the justification the nature of A prime B prime. بس يقول لي nature يعني يا real يا virtual. هلا عم يسألني عن A prime B prime، بنقول له real. شو السبب؟ لأنه since the image is after the lens، بعد اللينس. هيدي justification. Is A prime B prime erect or inverted with respect to AB؟ هاي ال A prime B prime نازل نزول، ال AB طالع طلو. ودايما اصلا لما تكون ريل بتكون انفيرتد بالنسبه للاي بي، بنقول انفيرتد. Determine the length of the image a prime b prime. length طوله قد ايه؟ بقول له a prime b prime مفروض نكون دقيقين، مفروض نكون دقيقين. بدها تطلع هون بنعد مربع 2، طلعت 2 تايمز، بننتبه انه عندي سكيل 1 سنتيمتر، يعني تايمز 1 بيطلع عندي 2 سنتيمتر. The image A prime B prime of AB، الايمج هاي A prime B prime may be collected on a screen، انه هاي بتطلع على سكرين. ليه؟ شو السبب؟ ايمتى هي بتطلع على سكرين؟ لما تكون real. يعني السبب since A prime B prime is real، عشان هيك بتطلع على سكرين. At what distance D from L، يعني المسافة سماها دي هو from L، من ال L قد ايه المسافة should this screen be placed، وين لازم تنرسم؟ يعني كأنه عم بيقول لي ال distance من ال O لل C prime قد ايه. فنحن بنقول له دي هو سماها دي equal O C prime equal كم مربع عندي؟ 1 2 3 4 5 6 6 ضرب السكيل هو ال horizontal 1 equal 6 سنتيمتر. هيك بيكون خلص هذا السؤال. أي استفسار أنا بالخدمة.